Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina muhammadin ibni abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilal mahadiril muhtarami wa asdiqail ahibba, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair wal afiyah. نرجو أن نكون جميعا دائما بصحة وفي حماية الله تعالى. اسمي لالي أين الرحمواتي، أنا طالبة من قسم التعليم اللغة العربية بالجامعة الشيخ الحاج عبد الوهاب حفظه الله تم برس جمع. طيب، في هذا الفيديو اسمحوا لي أن أعرف إليكم أسرتي. هذه سورة أبي، اسمه كثير العزيز وعمره 46 سنة. هو أب محب وحازم جدا، ويشرف دائما على رابطة أبنائه. وهذه سورة أمي، اسمها وينرسي وعمرها 43 سنة. هي ربة البيت، هي جميلة جدا كمثلي. عندما نتحدث عن أمي أشعر بالحيرة من الكلمات التي أشكرها فقط، لأن ذبائحه لا تحصى في سبيل أبنائه والحب إلى الأبد. وهذه سورة أخي كبير، اسمه إيكو فيردوس سانتوسو، هو 23 من عمره. هو لم يكن أحب أختي صغيرة أبدا، ولكن إذا آذاني شخص كان يتقدم أولى. هذه سورة أخت زوجة، اسمها فرداد ويرسنا، هي مدرسة في المدرسة الابتدائية. هي جميلة وصبر جدا. حسنا، الآن جدي وجدتي. هذه سورة جدي من أمي، اسمه مرسدي. هو كبير في السن ومنحن، ولكن يساعد جدي دائما في الأعمال المنزلية لجدتي. وهذه سورة جدتي من أمي، اسمها برني. على الرغم أن جدتي في السن، ولكنها تزال قوية جدا. جدي من أبي اسمه مطلوب الحاج، وجدتي من أبي اسمها سيني. ليس لدي سورة لهما، كلاهما ماتت. أسرتي هي مصدر تشجيعي، هم في قلبي دائما. يمكن هذا فقط مني. شكرا كثيرا على حسن اهتمامكم، وعلى الأخطاء بارك الله فيكم. آخر الكلام، إلى اللقاء، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.